الرئيس السيسي يطلع على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة. مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي. البطريرك الماروني في لبنان يجدد انتقاده لتأخر تشكيل الحكومة ويدعو الحريري إلى المبادرة وتقديم تشكيلة محدثة. السادسة مساء الرابعة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع إيمان الحويزي. أهلا بك إيمان. أهلا بك شادي، شكرا لك. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية والمسؤولين عن مبادرة حياة كريمة، حيث وجه الرئيس بتنسيق الجهود الحكومية لتوفير حياة كريمة للفئة الأكثر احتياجاً وتوفير المستلزمات المطلوبة في أعمال المشروع. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي طلع على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، والذي يعد المشروع الأضخم من نوعه في العالم حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التي تبلغ أكثر من نصف تعداد السكان بالدولة، وكذلك أهدافه الشاملة التي تسعى للارتقاء بالأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك بالتدخل العاجل لتحسين وتطوير كافة نواحي الحياة. وافق مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين خلال جلسته العام التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أقر المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين. كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن رسوم التوثيق والإشهار بهدف تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة. كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء بهدف إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء. ووافق المجلس أيضا على تعديل قانون شغل الوظائف لمكافحة تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتمكين جهة العمل من فصل وإيقاف كل من يثبت تعاطيهم، إضافة إلى الموافقة على إنشاء البوابة المصرية للعمرة لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين. وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة شتى صور الجريمة، وأسفرت جهودها خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 207 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 16 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، بلطجة، مخدرات، سرقة، قتل. وضبط معهم 109 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 359 متهماً، وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 530 قطعة سلاح ناري، أبرزها 76 بندقية و57 بندقية آلية و22 مسدساً و375 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 541 طلقة متنوعة، إضافة ل 1239 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 33,044 حكماً قضائياً، من بينها 1,296 حكم جناية، 121,245 حكم حبس، 156,040 حكم غرامة، 51,463 حكم مخالفة. وفي مجال التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 12 متهماً قاموا بارتكاب 16 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 47 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد، وضبط مرتكبوها بإجمالي 62 متهماً، كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 902 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 982 متهماً وبحوزتهم أكثر من 112.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يزيد على 88.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 20.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 14.5 كيلوغرام من مخدر السلوكس، وعدد 62,303 قرص مخدر. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي دعم المجلس لتوجيهات القيادة السياسية تجاه الإخوة الفلسطينيين بدءا من فتح معبر رفح وحتى تخصيص 500 مليون دولار لإعادة أعمار قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تؤكد أن المسجد الأقصى في قلب مصر قيادة وشعبا. فإن مجلس النواب يدعم توجه القيادة السياسية المصرية تجاه الإخوة الفلسطينيين بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاءً بما أعلنه فخامته من تخصيص مبلغ
$500 مليون لإعادة إعمار غزة، وتكليفات سيادته بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، الأمر الذي يعكس وبجلاء أن المسجد الأقصى في قلب مصر قيادة وشعباً. وأشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالدور المحوري الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول إلى وقف إطلاق النار واستعادة الهدوء في قطاع غزة، كما وجه الشكر إلى الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في توصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني. أتوجه باسمي واسمكم بالتحية والتقدير للدور المحوري والرائد الذي قام به فخامة الرئيس للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة ويحد من الخسائر البشرية والمادية. ويؤكد مجلس النواب دعمه الكامل للموقف المصري القائم على ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن. وأحرص في هذه المناسبة على توجيه الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني يوم الجمعة الماضية. الأمر الذي ساهم في تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ باعتبارهما صوت الشعب المصري. تواصل مصر تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، ووصل إلى معبر رفح قافلة صندوق تحيا مصر، وهي مؤلفة من 130 شاحنة عملاقة محملة بأكثر من 3000 طن مواد غذائية وأدوية وألبان أطفال وملابس ومفروشات وأجهزة كهربائية وغيرها من المواد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قيادات الأزهر والإدارة المختصة بالقوافل بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسيير قافلة إغاثية عاجلة إلى قطاع غزة. أكد قيادات الأزهر أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من موقف الأزهر الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية عبر تاريخه، والذي ظهر بشكل واضح في تصديه للانتهاكات الإسرائيلية الدائمة وإعلان رفضه للسياسات الاستيطانية ومحاولة تهويد المدن الفلسطينية وتغيير هويتها العربية. إذن المزيد عن قوافل المساعدات المصرية للشعب الفلسطيني انضم إلينا مباشرة من معبر رفح كريم رجب مراسل إكسترا نيوز. كريم، أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية، ماذا في التفاصيل لديك والمعلومات عن هذه القوافل؟ يبدو أن القوافل الإنسانية التي تعبر من خلال معبر رفح لم تتوقف، وهناك قوافل أعدتها الدولة المصرية وكافة المؤسسات في الدولة تعمل في هذا الإطار دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما بعد القصف المتواصل الذي استمر لأحد عشر يوما على قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وهناك شح كبير في كافة المستلزمات الطبية وأيضا المواد الغذائية، وكل هذه الأمور لديهم شح فيها، وبالتالي
كانت هذه المساعدات هي طوق نجاة لعدد كبير من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اليوم كانت القافلة الأكبر من نوعها عبرت بالفعل إلى الأراضي الفلسطينية إلى قطاع غزة، وهذه القافلة التي أعدها صندوق تحيا مصر والتي تضم شاحنات أسطول من الشاحنات على متنها مواد غذائية، لحوم، خضروات وفاكهة، وأيضا مواد بناء، وأيضا مستلزمات طبية ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا. هذه الشاحنات كانت تحتوي على ما يزيد عن 3000 طن من هذه المواد، وبالتالي كانت هي الأكبر من نوعها، وكان هناك تسهيلات كبيرة في وصول هذه القافلة إلى الأراضي الفلسطينية. السلطات المعنية بإدارة معبر رفح قامت بإجراء كافة التسهيلات حتى تعبر بشكل أسرع إلى الأراضي الفلسطينية، ومن ثم يستفيد الفلسطينيون من هذا الدعم المتواصل والمستمر من الدولة المصرية. أيضا في هذه اللحظات، وكما توضح الصورة في الخلفية، هذه القافلة التي تعبر في هذا التوقيت هي تابعة لمشيخة الأزهر الشريف، على متنها 150 طن من المواد الغذائية والدقيق والمواد التموينية، وكل هذه المواد والشاحنات تعبر من هنا من معبر رفح البرية الذي بات هو القبلة الأهم للمساعدات الإنسانية التي ستشق طريقها إلى الأراضي الفلسطينية، ولا سيما قطاع غزة الذي تضرر كثيرا خلال الأيام الماضية. ولكن الجهود المصرية استطاعت أن تعيد الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، واستطاعت أيضا أن أن تعين القوافل الطبية والمساعدات وغير ذلك أن تذهب إلى الأراضي الفلسطينية حتى يستفيد منها الفلسطينيون في محنتهم هذه. شكرا جزيلا لك كريم رجب مراسل إكسترا نيوز على هذه المعلومات، كنت معنا من معبر رفح. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية إعادة إطلاق مسار مفاوضات عملية السلام في أقرب فرصة، وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا أشار شكري إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الشأن، لافتا إلى أن أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا وقد أطلع شكري نظيره الأوكراني على الجهود المصرية المكثفة التي بذلت لتحقيق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وحرص القاهرة على تثبيته، كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا وفرص تطويرها، فضلا عن مجمل الأوضاع والقضايا الإقليمية في المنطقة. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث من المقرر أن يستقبله الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك الأردن. كما ستتضمن زيارة وزير الخارجية إجراء مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي حول المستجدات ذات الصلة بالمشهد الفلسطيني وسبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن بحث سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل، وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. دعا وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومنع إسرائيل من ارتكاب جريمة حرب عبر ترحيل أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من منازلهم. أقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن الصفدي والمالكي أكدا خلال اجتماعهما في عمان على استمرار العمل المشترك والتنسيق من أجل حماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح وتصدي للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقود العملية السلمية وإيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق حل الدولتين. رحبت الإمارات باتفاق وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل معربة عن أملها في استمراريته، وقالت لنا نسيبة مساعدة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن أعمال العنف في الأسبوعين الماضيين وتزايد أعداد الضحايا المدنيين تظهر ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل عادل وشامل وسلمي للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنه لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل. وخلال لقائه رئيس مجلس الأعيان الأردني وعدد من رؤساء لجان المجلس، شدد العاهل الأردني على أهمية تكثيف الجهود عربيا ودوليا لترجمة وقف إطلاق النار إلى هدنة ممتدة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية. أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن التصعيد الأخير في غزة تسبب بوضع إنساني خطير، وقالت المنسقة الأممية إن المواطنين في غزة تحملوا معاناة قاسية، تكبدت العائلات أضرارا بشرية ومادية، مشيرة إلى أن سكان القطاع تعرضوا لصدمة بعد جولة العنف الأخيرة بسبب العدوان الإسرائيلي. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق لم يتخلى عن القضية الفلسطينية، وخلال استقباله وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أشار إلى أهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني، مؤكدا دعم العراق لمثل هذا التوجه. هذا جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتداعيات الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب لاسترداد عائدات الفساد والأموال المهربة إلى الخارج، يتضمن إجراءات استباقية رادعة. وقال صالح في كلمة له إن العراق يواجه منذ سنوات ظاهرة الفساد المرتبطة بشكل وثيق بظاهرة الإرهاب والعنف، مشيرا إلى أن ملايين طائلة من الدولارات لا سيما من قطاع النفط هربت إلى الخارج. أتقدم إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون استرداد عوائد الفساد، حيث يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، ونأمل على مجلس النواب مناقشة المشروع وإغنائه وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتع بثروات بلدهم لسنوات طويلة. إن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية والمؤسسات ذات العلاقة خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة وتوفير الدعم للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثارها التي تهدد حاضر البلد ومستقبله. بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مع نظيرته الدنماركية تيرم برامسن جهود مكافحة الإرهاب وتوسيع مهمة حلف الناتو. وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون العسكري وتقديم الدعم للعراق في مختلف المجالات، لا سيما في مجال تدريب القوات العراقية ورفع مستوى القوات لمواجهة ومجابهة مختلف التحديات الأمنية. جدد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي انتقاده لتأخر تشكيل الحكومة اللبنانية، داعيا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى المبادرة وتقديم تشكيلة محددة. ووصف الراعي ما يحدث في لبنان حاليا بالجمود القاتل للدولة والمواطن، مطالبا بسرعة توقف المسؤولين عن استنزاف الدستور، داعيا الحريري إلى الإسراع في الاتفاق مع الرئيس ميشيل عون على إعادة هيكلة التشكيلة الحكومية على أساس الكفاءة والاختصاص، وغير حزبيين لا يهيمن أي فريق عليها. أوصى البرلمان اللبناني بضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للوصول سريعا إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. وفي كلمته أكد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أنه لن يشكل الحكومة كما يريدها الرئيس اللبناني عون. وأضاف الحريري أنه سيعمل على تشكيل حكومة لوقف الانهيار الاقتصادي، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يساعد بيروت في ظل عدم وجود حكومة.
ما زالت أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية تلقي بظلالها على البلاد التي تعاني أزمة سياسية واقتصادية. مجلس النواب اللبناني أوصى بضرورة مضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للوصول سريعا إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع الرئيس ميشيل عون. توصية البرلمان اللبناني جاءت في بيان تلاه رئيسه نبيه بري في ختام جلسة عقدت لمناقشة رسالة الرئيس ميشيل عون المتعلقة بتأخر تشكيل الحكومة الجديدة. بري قال إن المجلس كلف الحريري لتشكيل الحكومة، وإن أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلب تعديلا دستوريا. وتحت قبة البرلمان قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إن الرئيس عون لم يكن يهدف إلى سحب تكليف الحريري في رسالة بعثها إلى البرلمان الأسبوع الماضي، محملا في رسالته رئيس الحكومة المكلف مسؤولية عرقلة التأليف. الحريري في رده أكد أنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس عون ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. الحريري أضاف أنه لن يشكل الحكومة إلا التي يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يهدد اللبنانيين في حياتهم ودولتهم. لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه. لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم. كان قد تم تكليف الحريري في أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسن دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، لكن الخلاف حول تشكيل الحكومة مستمر منذ شهور. بدأت السلطات الصحية الألمانية فرض حجر صحي على المسافرين القادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين بسبب تفشي النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة. وبموجب ذلك القرار سيتم تصنيف بريطانيا اعتبارا من اليوم منطقة متحورات فيروسية، ولن يسمح لشركة الطيران والقطارات والحافلات أن تنقل إلى ألمانيا سوى المواطنين الألمان أو الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا بصورة دائمة. وسيحد أيضا هذا القرار بشكل كبير من حركة السفر من بريطانيا إلى ألمانيا. أكد وزير الصحة الألماني يانس شبان أن ألمانيا بحاجة إلى الحفاظ على اليقظة وخفض أعداد الإصابات بكورونا بشكل إضافي من أجل الوصول إلى صيف آمن وإعادة فتح المؤسسات على نطاق واسع. ودعا وزير الصحة الألماني حكام الولايات إلى توفير جرعات من لقاح فايزر المضاد لكورونا لتطعيم الطلاب قبل الموسم الدراسي الجديد. وقال شبان في تصريحات صحفية إن منح اللقاح للطلاب يعد الطريق الوحيد نحو توفير موسم دراسي نظامي وآمن بعد عطلة الصيف. قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون إن بلاده لا تستبعد فرض إجراءات صحية أكثر صرامة قليلا على القادمين من بريطانيا. وأعرب لودريون على قلقه من انتشار السلالة الهندية مؤكدا أن فرنسا في حالة تأهب مرتفعة لمواجهته. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. بعد التحية لك خالد، إذن تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي لا تستبعد فرض إجراءات صحية أكثر صرامة على القادمين من بريطانيا، ليست فرنسا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي يعني فكرت في هذا، أيضا السلالة الهندية أعرب عن قلقه من انتشارها، وبالتأكيد فرنسا ستتخذ إجراءات احترازية أيضا فيما يخص هذا الأمر. حدثنا بشكل أكثر تفصيلا لو سمحت.
تحياتي زميلي العزيز شادي ليك ولكل السادة المشاهدين. بالفعل تصريح جون إيف لوردوليون لإذاعة RTL الإذاعة الفرنسية اليوم تأتي في هذا الإطار، وبعد قرار ألمانيا باتخاذ قرارات للقادمين هامة بحظر دخول الداخلين من بريطانيا إلى ألمانيا وإلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنتظر شادي أن تتخذ فرنسا نفس هذه الإجراءات. هذه إشارة من جون إيف لوردوليون، ومنتظر أيضا أن دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعها يوم الغد أن تتخذ مثل هذه الإجراءات، وبصفة خاصة أن هناك تخوف من قبل السلطات الفرنسية والأوروبية بوجود هذا المتحور الهندي. من المعروف شادي بالأمس كنا قد أشرنا إلى وجود متحور في جنوب هنا في جنوب غرب فرنسا في مدينة بوردو، وهذا دعا جان كاستيكس والحكومة الفرنسية بإرسال 15,000 لقاح للقيام بإعطاء التطعيمات لحي بأكمله في هذه المدينة نظرا لإصابتهم بمتحور جديد. إذن وسط هذه الانفراج التي تشهدها الشوارع في فرنسا وفتح الساحات الخارجية للمطاعم والحانات، إلا أن هناك في تخوف وإجراءات حذرة نظرا لمنع أو استمرار المتحور الهندي في الدخول إلى البلاد، ولهذا هناك إجراءات داخلية سواء داخل الحدود الفرنسية وأيضا الحدود الأوروبية سيتم اتخاذها في الساعات القليلة القادمة شديد. طيب خالد، يعني نرى من ورائك يعني الصورة وقد خففت إجراءات العزل قليلا، سمح للمقاهي والمطاعم بتقديم الخدمات الخارجية، سيسمح أيضا بتناول الطعام في الداخل اعتبارا من 30 من يونيو. كيف استقبل الفرنسيون هذه الإجراءات الجديدة؟ بكل فرح شادي وسرور، وهذا شاهدناه طبعا من خلال صور أيضا وفيديوهات تم رصدناها لقمرة إكسترا نيوز، ومنها أيضا يعني بعض من الصور للرئيس إيمانويل ماكرون بصحبته جان كاستيكس وصور أخرى لوزير الاقتصاد الفرنسي. عملية ارتياحية وعودة يعني للشارع الفرنسي والثقافة الفرنسية، فتح الحانات أو الساحات الخارجية للحانات والمطاعم تدعو للفرح والسرور، ولكن ما زال الشارع الفرنسي يتطلع للأفضل. نحن الآن مثلا في فرنسا حظر التجوال في 7 تم تأخيره للـ9 مساء، في 9 في المرحلة الثالثة سيتم تأخيره حتى 11، ثم في 30 من شهر يونيو القادم سيتم عودة الأمور إلى طبيعتها. وهذا وتشهد شادي عمليات التطعيمات التسريع، وصلنا إلى 23 مليون، وأيضا أعداد المتواجدين سواء في غرف العناية مركزة أو في المستشفيات والإصابات والوفيات في التراجع. هذا ما نتمناه هو الاستمرار والمزيد من احترام الإجراءات الاحترازية مع زيادة في التطعيمات حتى تسير الأمور إلى ما تتمناه الحكومات الأوروبية والحكومة الفرنسية على وجه التحديد شادي. شكرا لك خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من مارسيليا. أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال 170 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية إلى الهند، تضمنت مكثفات الأكسجين وأدوات اختبار وسر للمستشفيات وأيضا معدات الوقاية الشخصية والمرافق الصحية. ذكرت المنظمة أن المساعدات تأتي في إطار دعم البلدان في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا للاستجابة للزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها قدمت أكثر من 340 طنا من الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لمنطقة جنوب آسيا، وتواصل حشد المزيد لسد الفجوات الحرجة. أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحية في بريطانيا أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا المضادين لفيروس كورونا فعالان ضد النسخة الهندية المتحورة. وفقا للدراسة التي أجرتها وكالة الصحة العامة في بريطانيا، فإن لقاح فايزر باينتك وفر فعالية بنسبة 88% ضد المتحور الهندي و93% ضد المتحور الإنجليزي، بينما وفر لقاح أسترازينيكا فعالية بلغت 60% ضد المتحور الهندي و66% ضد المتحور الإنجليزي.
رحب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بنتائج هذه الدراسة التي تأتي في وقت تعول فيه الحكومة على حملة التلقيح الوطنية لمكافحة المتحور الهندي الذي يهدد تفشي بعرقلة خطط إعادة فتح الاقتصاد في البلاد. يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المقررة في بروكسل غدا وبعد غد قائمة واسعة من الملفات، أبرزها جائحة كورونا والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إلى جانب العلاقات مع روسيا. وتعد هذه القمة الأولى التي يلتقي فيها زعماء دول الاتحاد وجها لوجه منذ ديسمبر الماضي بسبب جائحة كورونا. لأول مرة منذ ديسمبر من العام الماضي سيلتقي القادة والزعماء الأوروبيون وجها لوجه في قمة جديدة تعقد في بروكسل يومي الاثنين والثلاثاء. سيبحث قادة الاتحاد الأوروبي على مدى اليومين قائمة واسعة من الملفات أبرزها جائحة كورونا والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إلى جانب العلاقات مع روسيا. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل استبق القمة وأكد أن الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي تم الوصول إليه برعاية مصرية، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين سيعبرون عن دعمهم للتوصل لحل دائم قائم على أساس حل الدولتين، وأشار إلى أن الحل السياسي المتفاوض عليه هو الذي سيمنح الإسرائيليين والفلسطينيين الأمن والسلام. وفيما يخص الملف الروسي، من المنتظر أن يتناول القادة قضايا مثل اعتقال المعارض أليكسي نافالني والحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا. وبطلب من إيطاليا تم إضافة ملف اللاجئين إلى جدول الأعمال إثر ازدياد أعداد القادمين من ليبيا مؤخرا مع ارتفاع درجات الحرارة، داعية إلى المزيد من التضامن معها. وحول فيروس كورونا تسود حالة من التفاؤل لدى الرؤساء بشأن مسار الجائحة مع زيادة زخم عمليات التطعيم في عموم الدول الأوروبية، إلا أنهم يتفقون على ضرورة الاستمرار في التدابير مع اقتراب موسم السياحة الصيفي. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام رافائيل غروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن غروسي سيطلع الصحفيين على التطورات المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران، وذلك بالتزامن مع انتهاء مدة الاتفاق الفني الذي تم توقيعه في فبراير لتخفيف القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الوكالة. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر أن اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية انتهى، كما أوضح أن الاتفاق الساري منذ 3 أشهر انقضى ولن يكون للوكالة أي صلاحية للوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية الفنية بين الجانبين. دفع ثوران بركان مدينة جوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية سكان إلى الفرار، فيما أعلنت الحكومة عن تفعيل خطة للإجلاء. وفر المواطنون باتجاه الحدود مع رواندا المجاورة بعدما تناثرت الحمم البركانية في مدينة جوما والتي يبلغ تعداد سكانها 2 مليون شخص. لأول مرة منذ 20 عاما ثار بركان جبل نيراغونغو في الكونغو الديمقراطية لتحول حممه السماء إلى كتلة نارية أثارت الذعر في مدينة جوما والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة. يقع البركان النشط في محمية فيرونغا الوطنية، وهي الحديقة الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا شمالي مدينة جوما بالقرب من الحدود مع رواندا. شهود عيان قالوا إن الحمم البركانية اجتاحت بالفعل العديد من الطرق السريعة قبل أن يتوقف تقدمها في الساعات المتأخرة من الليل، في حين هرع الآلاف لترك منازلهم، وشوهد خروج مئات السيارات من المدينة باتجاه مناطق آمنة. وأفادت سلطات الهجرة الرواندية بأن حوالي 3000 شخص عبروا بالفعل رسمياً الحدود من الكونغو هرباً من ثورة البركان. ومن أجل تنسيق جهود الإغاثة قطع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي زيارته إلى أوروبا ليعود إلى البلاد، كما أعلنت الحكومة أنه جرى بالفعل تفعيل خطة الإجلاء داعية السكان إلى الهدوء. وفي ظل ترقب خمول بركان جبل نيراغونغو تشكل ألسنة لهب وأبخرتها القوية والحمم الصخرية تشكل تحدياً بيئياً فضلاً عن المخاوف من التأثيرات الصحية والناجمة عن انتشار الانبعاثات الكربونية.
ارتفع ضحايا تحطم مقصورة تلفريك في شمال إيطاليا إلى 13 قتيلاً فضلاً عن إصابة آخرين. ذكرت خدمات الطوارئ الإيطالية أن الحادث وقع في منتجع سياحي في منطقة بيدمونت وأنها فتحت تحقيقاً في الحادث. جدد طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التأكيد على استمرار جهود المنظومة في تلقي وفحص شكاوى واستغاثات المواطنين والعمل على سرعة الاستجابة لتلك الشكاوى والاستغاثات. وأشار الرفاعي إلى أن المنظومة حلت مشكلة 200 سائق عالق بالمعبر الليبي بالتنسيق مع الخارجية، كما نسقت القمامة المتراكمة في بعض المواقع. وافق المجلس الأعلى للجامعات على الإطار المرجعي الاسترشادي لتطوير لوائح كليات الآداب والألسن ودار العلوم بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس. وخلال اجتماع له قرر المجلس الأعلى للجامعات إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثاني للمصروفات الجامعية للعام الجامعي الحالي، ودعم مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة. واطمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري التي ستجرى خلال شهر يونيو القادم وتنتهي مع بداية شهر يوليو. انطلقت أعمال تطوير خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء مباني خدمية في قرية السعدية بمحافظة الدقهلية ضمن مبادرة حياة كريمة، وأتمنى المواطنون تلك الخطوة مؤكدين دعمهم لجهود الدولة في هذا الإطار. عندنا الوحدة الصحية مبنية من مدة طويلة، وكانت الأساسات بتاعتها مضروبة. طبعا احنا كنا بنعاني من المية بالرغم ان احنا اقرب قرية لمشروع مياه شربين. المساحة بتاعتي 300 فدان من على جوجل، وعدد السكان بتاعها بيزيد عن 80,000 نسمة على السكان، يعني احنا قد 5 قرى. فان شاء الله وعايزين برضو الكباري اللي عندنا اللي احنا طالبينها يتعمل، وطالبين 1000 متر يتردم في الترعه مؤسير، ان شاء الله عايزينهم يتنفذوا. احنا في غايه السعاده والسرور ان احنا من ضمن 26 قريه اللي تم دخلت مبادره حياه كريمه اللي تبناها السيد رئيس الجمهوريه. احنا طبعا التطورات والحاجات اللي تم في القريه فرحتي انا، مش فرحتي انا بس لوحدي، فرحه القريه كلها جميعا بادراج السعديه ضمن المبادره. حلم تم انجازه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا اطال الله في عمره لانه خلى كل الجمهوريه في حلم بدا يتحقق، كان منتظرينه او كان عدمين الثقه ان هو يتحقق في يوم من الايام. سلمت الجامعة الألمانية بالقاهرة وثيقة حق استخدام حقوق الملكية للهوية البصرية لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. أوضح فودة أن الهوية البصرية لم تكن هي المجال الأوحد أو الأول في التعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، بل قد سجلت منظومة التعاون مع الجامعة سجلا حافلا من أوجه التعاون والمشاركة في تنمية جنوب سيناء من خلال محاور هامة. النهارده الجامعه الالمانيه بتدينا 5 هويات جديده وخمس افكار جديده لخمس مدن. الهويه الفكريه دي اللي بتخليك تعرفي لما تنزلي في اي حته او تشوفي اي رمز من هذه الرموز تعرفي انك في دهب، تعرفي انك في مدينه الطور، تعرفي انك في شرم الشيخ. احنا نفذناها في شرم الشيخ بامكانياتنا، انما هي هذا الموضوع هو كان تكليف من سياده الرئيس للجامعه الالمانيه
ووزارة الدفاع نظرا لأهميته. وزارة الدفاع الهيئة الهندسية، الهيئة الهندسية الجامعة الألمانية اتحركت عملت شغل بتنفذ الأقصر بواسطة الهيئة الهندسية. احنا دلوقتي بتعمل لنا شغل في جنوب سيناء هيتنفذ بإذن الله قريبا جدا بواسطة الهيئة الهندسية في مدينة، نبدأ مدينة شرم الشيخ الأول، وبعد كده ببتدي نخش على الخمس مدن اللي احنا استلمنا الهوية الفكرية بتاعتهم النهاردة. نتاج عمل استمر فترة طويلة من ساعة تكليف السيد الرئيس جمهورية عبد الفتاح السيسي لوزارة الدفاع بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتبني مشروع الهوية المصرية. في أغسطس 2018 ابتدى العمل. كان المرحلة الأولانية من تكليف سيادة الرئيس إن احنا نبدأ بالأقصر وإن احنا نمتد لمحافظات مصر كلها بالتعاون مع الهيئة الهندسية في وزارة الدفاع. احنا بنشتغل على مشاريع الهوية البصرية لمحافظات مصر كلها، بدأنا بمحافظة الأقصر وبعدها شرم الشيخ، واشتغلنا برضو على محافظة اسكندرية وجاري التنفيذ دلوقتي، ودلوقتي بنسلم محافظة جنوب سيناء وبنشتغل على أسوان. كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي عن أن صافي أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج سجلت رقما قياسيا بنهاية فبراير الماضي لتتجاوز 20 مليار دولار مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في إبريل من عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها 100%. قال المصدر إن هذه القفزة الكبيرة تأتي على الرغم من تداعيات تفشي أزمة فيروس كورونا وأثرها السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية في العالم. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا شمل عروضا تسلط الضوء على إطلاق الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وذلك دون تحميل المواطن أي أعباء جديدة. أبرز التقرير عددا من الشهادات الدولية على أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قد حفز على إطلاق الإصلاحات الهيكلية، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن مكتسبات الاقتصاد المصري خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت على الصمود أمام أزمة كورونا والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها. تعتزم الحكومة صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة والتي تقدر ب 25 مليار جنيه مع مرتب شهر يوليو المقبل. أكد وزير المالية محمد معيط أن الزيادات الجديدة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة و 3120 جنيها للثالثة. كما سيتم صرف مليار جنيه لتمويل علاوة الترقية لمن يستوفي الشروط المقررة في نهاية يونيو المقبل. وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة دي أم جي موريل الألمانية مذكرة تفاهم في مجال تدريب المهندسين بالشركات الإنتاج الحربي على أعمال صيانة ماكينات سي أن سي بدون مقابل بمقر الشركة بالجامعة الألمانية بالتجمع الخامس لمئة متدرب لمدة 12 أسبوع مقسمين إلى ثلاث مستويات.
بحث وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي مع وفد الشركة محاور التعاون لتطوير أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات الإنتاج الحربي كبداية لتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خطوط التصنيع، وذلك من خلال إنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية في أفريقيا والشرق الأوسط بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 35 ألف طن. تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة 145 مليون يورو لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديد بعدد من المحافظات. وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن تمويلات شركاء التنمية لقطاع النقل تدعم خطط الدولة لتطوير القطاع وتعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه أكد وزير النقل كامل الوزير أن هناك خطط طموحة لتطوير قطاع السكة الحديد سيشعر بها المواطن قبل نهاية العام الجاري. قطاع النقل بيستحوذ على اهتمام كبير جدا من شركاء التنمية، يمكن المحفظة كاملة 5 مليار دولار، 20% من التمويل الإنمائي، والتمويل الإنمائي هنا عايزة أتوقف عنده، هو بيبقى دايما تمويلات طويلة الأجل فيها فترات سماح طويلة والسداد على يمكن بتتراوح متوسط 20-30 سنة. قطاع النقل له خصوصية لأن في كل دولة بتحاول أنها تزود من التنمية الاقتصادية ونقل البضائع ونقل الأفراد، بيبقى دايما قطاع النقل من أهم القطاعات اللي بتفتح شرايين للاقتصاد. في نهاية هذا العام إن شاء الله احنا عندنا خطة كبيرة جدا لتطوير قطاعات سكة الحديد، وخاصة طبعا موضوع الإشارات على الثلاث خطوط الرئيسية سواء من القاهرة الإسكندرية أو القاهرة الأسوان أو بنها الزقازيق بورسعيد. الخطوط دي بانتهاء تطوير الإشارات فيها في ديسمبر القادم، جايز من سبتمبر نبدأ نحس شوية لما توصل نسبة التنفيذ إلى نسبات عالية فوق 90%. تفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع موقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بالبحيرات المرة الصغرى لمتابعة أعمال التكريك ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة. وخلال جولته تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع، حيث بلغ إجمالي كميات الرمال المستخرجة 65 ألف متر مكعب. ووجه ربيع بزيادة عدد الكراكات بالموقع تباعا بما يتناسب مع الأعماق التي يتم الوصول إليها. تأهل بيراميدز إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفي أنيمبا النيجيري بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة. واستفاد بيراميدز من فوزه على أنيبا في لقاء الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي للكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي. حقق فريق كرة السلة بنادي الزمالك فوزا حاسما على إس داونيس السنغالي في بطولة أفريقيا لكرة السلة الأفروليج المقامة في رواندا في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة. تمكن الفارس الأبيض من حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 44-33 قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 86-62. بهذا الفوز ضمن الزمالك مقعده في ربع نهائي البطولة بعد تحقيق الفوز في المباراة الأولى على بطل موزمبيق. ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المجمع البترولي الجزائري غدا في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية في ختام دور المجموعات للبطولة القارية. توج فريق أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 11 في تاريخه بتغلبه على مضيفه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف في الجولة 38 والأخيرة من عمر المسابقة. أزدر الستار على الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بفوز أتلتيكو مدريد باللقب في النهاية بعد منافسة مثيرة مع جاره ريال مدريد استمرت حتى الدقائق الأخيرة في الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.
نجح أتلتيكو مدريد في تحقيق لقب الدوري للمرة 11 في تاريخه، والثانية بقيادة المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي تولى قيادة الفريق في صيف 2011. نجح في تحقيق اللقب لأول مرة في موسم 2013-2014. لم يستطع الأرجواني لويس سواريز مغالبة دموعه بعد نهاية مواجهة أتلتيكو مدريد ضد إيبار، والتي سجل فيها هدف تتويج الفريق بلقب الليغا. دموع سواريز حول اللاعب تفسيرها بأنها تعبير عما شعر به قبل بداية الموسم، حينما تم إجباره على الرحيل عن صفوف برشلونة ليقرر الانتقال صوب أتلتيكو مدريد. وإجمالا حقق الفريق مع سيميوني 8 بطولات، وهي كالتالي: الدوري الأوروبي في عام 2012، والسوبر الأوروبي عام 2013، وكأس ملك إسبانيا في نفس العام، والدوري الإسباني عام 2014، والسوبر الإسباني أيضا في نفس العام، والدوري الأوروبي عام 2018، والسوبر الأوروبي عام 2018، والدوري الإسباني عام 2021. وفاز النجم الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي بلقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 30 هدف، رغم غيابه عن آخر مباراة له في الدوري، متقدما بفارق 7 أهداف عن الوصيف كريم بنزيما هداف ريال مدريد الذي أحرز 23 هدفا، و9 أهداف عن لاعب البارسا السابق لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد الذي أحرز 21 هدفا. وبذلك أصبح الأرجنتيني ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يحرز لقب هداف المسابقة للموسم 5 على التوالي. كما فاز الحارس السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد بلقب زامورا لأفضل حارس مرمى في الليغا هذا الموسم، بعدما تلقت شباكه 25 هدفا فقط. ونجح أوبلاك الذي انضم للفريق في موسم 2014-2015 في الفوز بالجائزة للمرة 5 في مشواره. ويعد نادي برشلونة الفريق الأقوى هجوما بعدما أحرز 85 هدفا، بينما جاء أتلتيكو مدريد كأقوى دفاع في المسابقة. نهاية النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يطلع على عرض متكامل لكافة محاور مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة. مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي. البطريرك الماروني في لبنان يجدد انتقاده لتأخر تشكيل الحكومة ويدعو الحريري إلى المبادرة وتقديم تشكيلة محدثة. مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب. قدمنا لكم النشرة إيمان الحويزي وشادي شاش، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.